في هالطريقة. أوكي. وفي طريقة ثانية لما يكون لابس لبس أثقل أركب من فوق. تصعد كذي؟ إيه. عبد الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا والله. سوبر سونيك سيارة حلبات كويتية. نعم. شنو قصتها عبد الله؟ قصتها بدت من عندي بحوش البيت. كانت سيارة صاحبي مدعومة متوهق فيها، فخذيتها قصصتها عندي بالبيت وحولتها حق السيارة اللي تشوفينها اللي هي التراكتوري أو سيارة حلبات. شنو كانت السيارة؟ كانت مازدا MX5. مازدا؟ اي. قصصت المازدا وطلع منها سونيك؟ طلع منها سوبر سونيك؟ اي نعم. زين شلون اخترت الالوان؟ شلون جمعت القطع؟ عطنا شويه تفاصيل، يعني اللي يشوفها ما يحس انه شيء سهل واحد يسويه. هو شيء مو سهل، هي اخذت مني تقريبا 4 سنين. بلشت فيها نهايه يمكن 2016 وتوها خالصه الموسم هذا. ما شاء الله 4 سنين. 4 سنين تقريبا اي. فبدايتها ما كان بالي لا الالوان ولا الشكل ولا شيء، كان بالي بس ان اسوي شيء ممتع يعني. انزين. وبدت على مراحل، يعني خلال السنه الاولى كانت سياره مقصصه وتمشي، فاطلع فيها افتر بالفريج. شوي طورتها، خليتها لا شويه فيها السيفتي، الرول كيج، الحزم اللي تمسكني في مكاني في حال لا سمح الله صار حادث، وشيء على شيء لغايه ما صارت بالشكل هذا. انزين شلون صار بعدين اختيار اللون؟ ليش سميتها سوبر سونيك؟ هل لانها زرقاء؟ ما ادري، اعطني شويه تفاصيل. اللون صار اختياره عشوائي، مو عشوائي يعني، صار اختياره بين 3-4 الوان. كنت محتار، كنت ابي لون يكون بوب شوي يطلع عليه برا يبرز. وترى كويتاوي يعني هذا. واللون كويتاوي فعلا. اي. وبعدين تشلساوي بعد. تشلساوي. انت تشلساوي اكيد. ثلاث اشياء مع بعض. اي. فبعد اللون الازرق راح الاسم، كان اسمها اول شيء مسيتشينا لما كنت اقصصها، لان كانت صدق مسيتشينا. مسيتشينا. اي. بعدين صار اسمها تيربو سمر لأن لونها أزرق، بعدين صار سوبر سونيك هم لأن لونها سمرف أزرق. اللي هي سنافر سنفورة. زين. بس كانت مو كانت سيريس أكثر من اسمها، فتحولت حق سوبر سونيك. خلاص الحين هذا اسم نهائي ولا ودك تغير؟ في احتمال. لا نهائي إن شاء الله. إن شاء الله نهائي. عبد الله من البداية شلون جت لك فكرة أساساً سيارة مدعومة مستعملة إنك تقصصها وتسوي منها هالشيء؟ المشروع هذا من زمان كانوا يستعملونه في بريطانيا، كان في شيء اسمه تراكتوي، في سيارات يمتد تاريخها يمكن للستينات. بس اللي شيشني على الفكره او اللي شجعني على الفكره كان في برنامج امريكي صنع مثل هالسياره، كانت سياره كوربت تقريبا سكراب، فقصصوها ورمموها وسووها تقريبا بنفس الطريقه، بس طبعا على ميزانيه اقل مو بهالبروفيشنال يعني. فالمشروع كان وايد حلو، كان بالبدايه على اساس انه تكلفته بسيطه وممتع جدا، فبلشت فيه. إنزين أنت صار عندي فضول، شنو تخصصك اللي درسته؟ هل هذا حب وشغف من الطفولة؟ لا أنا هذا حب وشغف، أنا تخصصي تكييف وتبريد دبلوم. يعني بس هم في وايرات وكهرباء. إيه يعني الميكانيكا من زمان أحب الميكانيكا والشغل بيدي يعني. إنزين يعني أنا الحين بيتنا ترى صدق عندنا سيارة سكراب، أقدر أجيب لك إياها وتحولها شيء ثاني؟ أخذها إيه؟ هدية بس أنا راح تحولها شيء ثاني مع مبلغ محترم. اي مع مبلغ. اي صح. اي لان التكلفة مثل ما قلت لك بالبداية كان على اساس انها تكلفة بسيطة وسيارة ممتعة، بس تطور الموضوع كل مالي واشوف البوتنشل مال السيارة واشوف القابلية اللي ممكن تطلعها السيارة، فاقول اقدر اقط اكثر واطلع شيء وايد افضل. مرة على مرة لغاية ما وصلت بهالمرحلة. هالمرحلة يعني تكلفتها مو بسيطة اكيد. تقدر تقول لي تقريبا كم توصل يعني تكلفتها تقريبا؟ بعد ال 6000 دينار ما قمت احسب، بس اكيد انه اكثر. اكثر. اي. سيفتي انت تكلمت قبل شوي قاعد تقول ان تجهيزات، ايش كثر هي امنه سياره؟ هي من ناحيه الامان السيارات السباقات بشكل عام امنه اكثر حتى من سيارات الشارع، لان الحزام اللي عندي بدل ما يكون 3 بوينت اللي هو الحزام بالطريقه هذه في 3 نقاط، عندي انا حزام 6 بوينت، عندي نقطتين نقطتين ونقطتين. حزامين كذي. اي حزامين كذي وحزامين كذي، فالكيشن ماسكني كانه انا والكيشن قطعه واحده، ففي حال حادث قوي او شيء مستحيل اني انا اجدم، حتى ما احتاج ايرباج. السيارات اللي تستعمل هالحزام ما تحتاج حتى ايرباج لان السيفتي فيها عالي جدا. بالاضافه الى الهيكل اللي حوالين السايق والباسنجر، هذا الهيكل يتحمل الانقلاب، الهيكل مصمم على معايير عالميه، فيتحمل الانقلاب، يتحمل الحوادث طبعا الى حد ما، وكل شيء بيد الله اكيد. زين بعيد الشر، حتى لا سمح الله ما تنقلب السياره، مو سهل انها تنقلب تزلق. انقلابها طبعا يعتمد على نوع الحادث اللي تشارك فيه، بس بما اني اسوقها بالحلبات، الحلبات عاده يكون مسطحها يعني سلس، ما في مثلا حفر شديده او رصيف اللي ممكن تطق السياره فيه وتقلب، ولكن في حاله الانقلاب فيها الرول كيج اللي يحميني اذا انقلبت لا سمح الله. أقدر أشوف تفاصيل شوية زيادة؟ نعم. السيارة. إذن أول شيء وين مكان البنزين؟
البنزين ورا طبعا. بنزين ورا اي نظام البنزين نظام اخذ من سياره سياره وكاله مثل ما يقول، مو معدل لان الوكاله دائما تكون اكثر سيفتي ممكن، فمن هني يتعبى البنزين من ورا. اوكي وتانك البنزين تعال شوي معنا شوف البنزين. اوكي البنزين هني، من هني يتعبى البنزين، تانك البنزين مدفون تحت السياره مثل ما يكون في اي سياره عاديه، مدفون سيفتي في حال الاصطدام ما يخر او ينقص. اوكي فهذا بنزين مكان السياره الاصلي. إيه نعم. ما تغير. زين كم تقريبا توصل سرعتها؟ ممكن 250 280 كيلومتر. سريعه والله. أي. سونك صدق يعني. أي. عبد الله وين السكان؟ السكان هذا سكان تركيب. اي سكان ريموفبل عشان سهوله ان الواحد يركب. انا اقول السكان تركيب. زين عشان سهوله ان الواحد يقدر يركب ويقوم، لان الكيشن ثابت والبايبات هذه ثابته ما فيها باب. ما في باب. اي فينشال السكان عشان الواحد يقدر يركب براحته بعدين يركب السكان. وهذول الاحزمه اللي قلت عنهم. اي نعم هذول الاحزمه، اثنين من فوق والباقي من تحت. زين عبد الله هذه كلها يعني صناعه كويتيه بحته، بروحك مجموعه انتوا كلكم شباب كويتيين؟ انا طبعا بديت فيها بروحي بالبيت من ناحيه القص، بعدين وصلت مرحله كنت اكيد احتاج ايد خبيره مثل ما يقولون، وايضا المكان ما كان كافي شغل مثل اللحيم الفابريكيشن او شغل تبديل الماكينه، كنت احتاج في جراجات متخصصه، فاستعنت ببعض الجراجات، بس كل الجراجات اللي اشتغلوا بالسياره ايادي كويتيه، جراجات كويتيه، فعشان كذا السياره هي سياره كويتيه بحته سواء مني او من الشباب اللي ما قصروا معي. كلش كثر تبدل دهن وفلتر؟ وين توديها صون سيرفس؟ شويخ. ايه اوديها بونش واردها بونش. انزين ومثل ما قلت لك السياره توها جاهزه هالموسم هذا. ايه توها جديده ما تحتاج. ايه توها جديده، فتبديل الدهن يكون تقريبا كل شهر المفروض، يعني لان ما امشي على المايلومتر او على العداد لان ما امشي فيها وايد يعني. يعني هي سياره توها جهزت جديده معناته ان احنا دشناها بالضبط وياك صح؟ بالضبط احنا دشناها. اول يوم حلبه دشت فيه فعليا كان يوم الخميس اللي فات. توها يعني توه. فريش. ايه زين خوذه. اي نعم دائما تلبس خوذه لازم، لان السياره ما فيها ويندشيلد او جام امامي، فاي شيء يطير من الشارع او من الماكينه ممكن يحوش الراس، فمثل السيكل لازم الخوذه تكون موجوده طول وقت سياقه السياره. انزين عبد الله دقيقه ما يخاف شويه محمد تي ماي هذا شنو عبد الله؟ تامر لف انت بعد عندنا اذا ودك. اوكي عبد الله شنو الدقم هذه اللي بالسياره؟ هذا اسمه سويتش بانل او لوحه مفاتيح. هذه الدقمه اللي تشغل السياره بالطريقه هذه نقدر نشغلها. عندنا الليتات الاشارات الهرن، وعندنا ليت حق الداخليه بعد لان بالليل يكون ظلمه، وبعض السويتشات الاضافيه. اوكي تقدر توريني شلون تركب سياره؟ اي نعم يلا. انت اركب سياره عشان تعلمني شلون انا اركب سياره بما انه ما فيها باب. فيها الطريقه. أوكي. وفي طريقه ثانيه لما يكون لابس لبس اثقل اركب من فوق. تصعد كذي؟ ايه